بالنسبة لنادي قنيطرة تنظن المشاكل اللي عاشها الفريق تقريبا طيلة ماشي أكثر من 20 سنة ونفس المشاكل نفس التخبطات تنظن الآن على ما تسمع على أنه كان هناك واحد ناس جداد ناس في المسيرين اللي عندهم رغبة وعندهم يعني الحافز انهم يعاودوا يرجعوا النادي قنيطره لمكانته خصوصا الان تيلعب في قسم هواس ان شاء الله يرجع في اقرب وقت للقسم الثاني ثم يكون العوده ديالو للقسم الوطني الاول لكن كما نقول دائما اي مشروع تجي تبني ما تبناش من الفوق خاص دائما يكون اهتمام بالقاعده بالتكوين ان هذا هو الحل وهذا هو المستقبل ديال فريق النادي القنيطري نادي قنيطري ماشي نادي كبير اللي عنده امكانيات ماديه نادي ستان كلوب دو فورماسيون اللي تيعتمد اكثر على بيع اللاعبين وعلى اشياء اللي باش دائما يبقى يعني يحصل امكانيات ماديه دونك خصنا نعطيو اهتمام اكثر لهذه الفئات هذه لان قنيطره معروفه بالشباب ان شاء الله وحنا كانت تكون عندنا ان شاء الله معهم واحد شراكه ان شاء الله عندنا وليداتها هما هنا في الاكاديميه ان شاء الله اللي يكون مدينه والفريق المدينه الاول هو اللي يستافد منهم ويكون دائما هناك واحد الشراكه ويكون واحد التعاون بيننا وبينهم الكل تيساهم من الجانب ديالو باش دائما نحاولوا نرجعوا النادي القنيطري للمكانه ديالو ونرجع المستوى ديالو لان قاعده كبيره الجمهور وتاريخ ديالو حشومه يبقى في هذه الدرجه هذه.